ولذلك احنا بنقول هذه المدينه هي مدينه المؤتمرات العالمي، نحن نستطيع. نبدا عندنا المؤتمر الاقتصادي ونكرره النهارده، والبنيه الكبيره اللي عملناها في المؤتمر الاقتصادي خدمنا دلوقتي. بننظف ونجمل شويه ما افسدش الجو يعني، بالعكس يعني حسب ما التقارير اللي موجوده، ويعني كان في حوالي 1300 مستثمر في وفود دول عديده. يعني ممكن المؤتمر ده جالي اعلام، معلش مش الاعلام، كل دي بتعمل زخم في المدينه وبتعمل زخم في المدينه على وعلى الشباب اللي بعته. مهندس خالد عبد العزيز، احنا عندنا 1300 شاب جايين من الاثنين وقاعدين معانا لغايه الجمعه، دول بيعملوا زخم ايضا في المدينه. انا عايز اقول المدينه الحمد لله المصريين عملوا شغل كبير جدا الفترة